ملف حقوق الإنسان واضح في يعني هذه الزيارة، لكن أيضا اسمح لي أن أسألك أولا، هل أثر أو أثرت حادثة الواحات مؤخرا في مصر على أجندة هذه الزيارة؟ يعني بالطبع هذه الأحداث التي تشهدها منطقة الواحات في الصحراء الغربية على الحدود الليبية المصرية كانت حاضرة من المنظار المصري الفرنسي على طاولة المباحثات في قصر الإليزي، خصوصا وأنها تتعلق بملف هام هو مسألة مكافحة الإرهاب، حيث هناك تناغم وتفاهم مصري فرنسي حول هذا الموضوع، وتأكيد فرنسي على دعم مطلق للسلطات المصرية والحكومة المصرية من أجل استئصال هذا الإرهاب الذي بات يشكل خطرا على المنطقة انطلاقا من البوابة المصرية، وأيضا على العالم انطلاقا من البوابة الليبية. ومن هنا فإن هذا الموضوع كان حاضرا بقوة، وحاضرا أيضا في التصريحات التي أكد فيها الرئيسان المصري والفرنسي على أن على ضرورة يعني اجتثاث هذا الإرهاب لما يشكل خطر على العالم. و عندما نتحدث عن الإرهاب كان المقصود بالطبع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمها داعش، التي وكما علمنا يبدو أن قيادات منها قد انتقلت إلى ليبيا، التي أصبحت تستخدم كممر لتصدير الإرهابيين عبر ما يسمى الهجرة المقنعة إلى بلدان أوروبا ومنها إلى العالم. هل مثل ملف حقوق الإنسان نقطة خلاف بين الطرفين في هذه الزيارة؟ يعني الذي فاجأنا هو ما قاله الرئيس الفرنسي الذي أقر أن هناك مشكلة في تتعلق بمسألة حقوق الإنسان، وأنه بحثها وأنه بحث في قضايا مخصصة في هذا الموضوع، ولكن يعني الرئيس الفرنسي لخص هذا الموضوع عندما قال إنني لن أتدخل في هكذا سياسات تتعلق بالسياسة الداخلية لأي بلد، لأنني لن أسمح لأي بلد أيضا أن يتدخل بسياستي الداخلية. وفي هذا جزم بأنه يعني يتفهم الواقع الذي تعيشه مصر، وهو يعني أبدى تأييده لما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال أنه يحكم بلد فيه 100 مليون مصري، وأنه يسعى لتأمين العيش والاستقرار والأمن لهؤلاء، وأن من يقوم بهذه الأعمال تحت جناح حقوق الإنسان ليس هناك توقفات سياسية، أكد ذلك ودعا لمن يريد الذهاب من الصحفيين إلى مصر للتأكد من ذلك، وقال إنما التوقيفات هي توقيفات تتم من خلال بوابة سياسية تتعلق بالإرهاب وما يحدق بالمصريين من عمليات إرهابية. بالطبع يعني منظمات المجتمع المدني وأيضا المنظمات في فرنسا وأيضا المنظمات الدولية يعني لم تقتنع بذلك، والدليل أنها كانت أيضا على مسافة من قصر الإليزي في مقر إقامة الرئيس المصري لتتظاهر وتطالب بالإفراج عن صحفيين مصريين.